صباح الخير لجميع مشاهدي الإخبارية السورية. تمام الساعة 9 الصبح كل يوم عم يتجدد لقائنا الصباحي معكم عبر مجموعة من الفقرات يلي بتتناول عدة مواضيع اجتماعية وطبية وحتى فعاليات من مختلف المحافظات السورية يلي ما توقف نبض الحياة بأي مجال من مجالاتها. أكيد هالاستمرار بفضل إرادة الشعب السوري بالحياة واللي عم يستمدها من انتصارات جيشنا العربي السوري الموجود على كافة الجبهات لحتى يصون اضطراب هالوطن. دايما بنقول لهم صباحكم نصر يا رب. يسعد صباحك سلمى. يسعد صباحك أريج، وصباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية وين ما كانوا عم بيتابعونا وبرنامج صباحنا غير بحلقة جديدة من رحلتنا الصباحية اليومية. إن شاء الله اليوم يحمل معه بشائر الخير والبركة والسلام. بحلقتنا مجموعة من الأخبار والضيوف بمحاولة لتسليط الضوء على أبرز الفعاليات والمواضيع بكافة المحافظات السورية. تحيتنا الدائمة لرجال الجيش العربي السوري المنتشر على كافة الجغرافيا السورية واللي بيجسد بشعاره قولا وفعلا وطن شرف إخلاص. يسعد صباحكم. فاصل وبنبدأ أولى محطاتنا لليوم. عادة سلمى كل يوم ضمن برنامجنا الصباحي أول فقرة بتكون عنا فقرة من الأخبار المنوعة وآخر الدراسات حول العالم. فقد أجرت جامعة صينية تعديلا على شروط التخرج وفرضت تعلم السباحة بحيث لن يحصل الطلاب الذين لا يجيدون السباحة على شهادات تخرجهم من الجامعة. أكيد رئيس جامعة تشينغ هوا في الصين ببكين تعد الأفضل بالبلاد وفرضت اجتياز فحص السباحة ل 50 متر كشرط للتخرج. وأشارت صحيفة تشاينا ديلي إلى أن الجامعة ستقدم دورات سباحة خلال العطلة الصيفية لطلابها. وبحسب التعديل لن يستفيد من لا يجتاز فصل فحص السباحة من الفرص التعليمية في الخارج أيضا. دائما يتمتع الطلاب بشرط جديد وهو الصحة الجيدة وسلامة البنية، يعني هذا هو الهدف الأساسي يا سلمى من هالشرط. شرط كتير حلو وإن شاء الله كمان يطبق على باقي الجامعات ويوصل لعنا. تخيلي أريج إنه مثلا في ناس كتير ما بتعرف السباحة، هلا صارت السباحة شرط أساسي لحتى تدخلي الجامعة، يعني شيء صعب. وكمان ممكن يعني بعدة رياضات ايضا يكون تحافظ الواحد يحافظ على الصحة، وهذا الشيء عم يتطبق عبر الجامعة مثل ما قلنا ان شاء الله بيوصل لنا ان شاء الله. خبرنا التالي من وين؟ خبرنا التالي حيث نبهت منظمة الصحة العالمية إلى أن الاكتئاب أصبح سببا رئيسيا بالوقت الحالي لاعتلال الصحة والإعاقة على مستوى العالم، قائلة أن 300 مليون شخص بيعانوا منه. وزادت معدلات الإصابة بالاكتئاب بأكثر من 18% من عام 2005، لكن الخوف الشائع من وصمة الإصابة بالاكتئاب يحول دون حصول الكثيرين على العلاج الذي يحتاجونه ليعيشوا حياة صحية ومنتجة. وأعلنت المنظمة عن حملة صحة نفسية لمعالجة مشكلة الوصمة والمفاهيم الخاطئة تطلق عليها الاكتئاب هيا نتحدث. وأعربت المنظمة عن قلقها من عدم وجود أي دعم للمرضى النفسيين، ذلك لأن نصف المصابين بالاكتئاب فقط يتلقون العلاج في الدول الغنية. يعني لازم ننوه أريش فعلا، يعني حسب هي الإحصائية مو بس زيادة معدل الاكتئاب بكثير من بلدان العالم، معروف أنه الأدوية النفسية بشكل عام هي أدوية مكلفة وغالية، فكثير من الأشخاص بيخافوا إما من وصمة أنه هن يروحوا عن طبيب نفسي أصلا بالبداية أو من الآثار الأدوية، سواء الآثار على الصحة أو حتى الآثار المادية. يعني موضوع النفسي كتير مهم سلمى، وابدا معيب اذا اي حدا يمكن عم يعاني من مشكله نفسيه، خاصه رغم الضغوطات اللي عم يتعرض لها، لكن المهم انه هو ما يترك حاله ابدا. اكيد اريج.
اليوم رح ننتقل لتفاصيل يمكن كتير موجودة بحياتنا إلى أسباب معلومات كتيرة ممكن تمر بيومنا دايماً منجهلها أو حتى نحن ما بنعرفها أبداً أو ممكن تكون غايبة عن ذهننا. فقرتنا التالية هل تعلم؟ خلونا نتابع مع بعض. معلومات كتيرة ممكن تمر بيومنا ومنحب نستذكرها، ومعلومات منجهلها ومنحب نتعرف عليها. هل تعلم أنه إذا كنت قادراً على الصمت لفترة طويلة بدون ملل، فأنت قادر على التحكم في نفسك وأفعالك بصورة كبيرة؟ هل تعلم أن رائحة الطعام القوية تجعل الشخص يأكل أقل، لذلك أغلب من يطبخ الطعام لا يأكل منه كثيراً؟ وهل تعلم أيضاً أن رائحة العطر تختلف من شخص لآخر حسب امتصاص الجلد للعطر؟ وأخيراً، هل تعلم أن الحديث مع الأم له نفس تأثير العناق ويساعد في خفض التوتر بشكل كبير؟ يعني إريش، شو يمكن المعلومة اللي لفتت انتباهك بهل تعلم اليوم؟ معلومات حلوة، خاصة أنه الحديث مع الأم يمكن هو بيعادل العناق وبيخفف من التوتر. بالفعل يعني الواحد بس يسمع صوت أمه ويسمع نصايحها أو حكياتها عن جد بيخف التوتر عنده. أكيد. وفي خبر تاني كمان كنا عم نحكي عليه تحت الهواء اللي هو تبع الأكل، عن جد اللي بيطبخ بيأكل أقل من اللي بتقدم له الأكل. يمكن نحن عنا بيأكل أكتر لأنه بيضل عم يدوق الطبخة كل الطبخة. خلينا نروح أريش بعد هالمجموعة من المعلومات، لكل يوم في حدث جديد بيتسجل بالذاكرة وبيترك بصمة ممكن تشكل فاصلة التحول بحياتنا. شو هي مجموعة الأحداث يلي تركت بصمتها بمثل هاليوم؟ خلينا نتابع سوا. لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يكون بصمة في سجلات التاريخ وأخرى تمر مرور الكرام دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من عام 1042 إدوارد المعترف يتوج ملك إنجلترا، وفي عام 1559 توقيع معاهدة سلام جاتو كامبريسس وإنهاء الحرب الإيطالية، وفي مثل هذا اليوم من عام 1885 منح دايلمر براءة اختراع ألمانية لتصميم محرك سيارة، وفي عام 1941 جلاء قوات الاحتلال البريطاني عن ميناء بنغازي وذلك خلال الحرب العالمية الثانية، وفي عام 1973 المخترع الأمريكي مارتن كوبر يجري أول مكالمة هاتفية في التاريخ عبر الهاتف النقال. ومن أبرز الشخصيات التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من عام 1924 مارلون براندو ممثل أمريكي. أما أبرز الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1897 يوهانس برامس موسيقي ألماني، وفي عام 2006 الشاعر والأديب السوري الكبير محمد المغوط. صباحنا لسه بأوله، ويمكن سوا نشهد خلال ساعاته القادمة على أحداث تغير مجرى التاريخ. ناركم سعيد. بدأت وحيداً وانتهيت وحيداً، كتبت كإنسان جريح وليس كصاحب تيار أو مدرسة. هكذا تحدث يوماً الأديب والشاعر السوري الكبير محمد المغوط، الذي يصادف ذكرى رحيله عنا بالجسد بمثل هذا اليوم من عام 2006. المغوط الذي أثرى ذاكرة التراث الإنساني بعشرات الأعمال الأدبية وفي كل من المسرح والسينما والتلفزيون، وبقي حياً في ذاكرة محبيه. خلونا نتابع مع بعض محطات من حياته. محمد المغوط شاعر وأديب سوري، ولد في مدينة سلامية بمحافظة حماة في عام 1934. تلقى تعليمه في سلامية ودمشق، وكان فقره سبباً في تركه المدرسة في سن مبكر. عمل في الصحافة حيث كان من المؤسسين لجريدة تشرين، كما عمل المغوط رئيساً لتحرير مجلة الشرطة. احترف الأدب السياسي الساخر وألف العديد من المسرحيات الناقدة التي لعبت دوراً كبيراً
في تطوير المسرح السياسي في الوطن العربي، كما كتب الرواية والشعر وامتاز في القصيدة النثرية التي يعتبر واحداً من روادها وله دواوين عديدة. عمل الماغوط فلاحاً وبدأت بوادر موهبته الشعرية بالتفتح، فنشر قصيدة بعنوان غادة يافا في مجلة الأداب البيروتية. أما أول قصائده النثرية هي لاجئة بين الرمال التي نشرت في مجلة الجندي بتاريخ 1 أيار في عام 1951. في لبنان نشأت بين الماغوط والشاعر بدر شاكر السياب صداقة حميمة، وفي بيروت أيضاً تعرف الماغوط على الشاعرة سنية صالح التي تزوجها فيما بعد. عاد الماغوط إلى دمشق بعد أن غدا اسماً كبيراً وصدرت مجموعته الأولى حزن في ضوء القمر عن دار مجلة شعر في عام 1959، ألحقها بعد عام واحد بمجموعته الثانية غرفة بملايين الجدران. في السبعينيات عمل الماغوط في دمشق رئيساً لتحرير مجلة الشرطة، ونشر كثيراً من المقالات الناقدة تحت عنوان الورقة الأخيرة، وبحث عن وسائل أخرى للتعبير عن أشكال الكتابة تكون أوضح وأكثر حدة، فكانت مسرحياته المتوالية ضيعة تشرين وغربة، وفيها أراد الماغوط مخاطبة العامة ببساطة دون أي تعقيد. فترة الثمانينيات صعبة وقاسية في حياة الماغوط بدأت بوفاة شقيقته ليلى في عام 1984، ثم وفاة والده أحمد عيسى في عام 1985، وكانت أصعب ضربة تلقاها هي وفاة زوجته الشاعرة سنية صالح في عام 1985 بعد صراع طويل مع مرض السرطان، ثم كانت وفاة والدته ناهدة في عام 1987، وقد تركت هذه المآسي المتلاحقة الأثر الشديد على نفسه وأعماله وكتاباته. في ظهيرة الاثنين في 3 نيسان من عام 2006 رحل الماغوط عن عمر يناهز 72 عاما بعد صراع امتد لأكثر من 10 سنوات مع المرض، عندما توقف قلبه عن الخفقان وهو يجري مكالمة هاتفية. يعد محمد الماغوط أحد أهم رواد قصيدة النثر في الوطن العربي. كتب الماغوط الخاطرة والقصيدة النثرية، وكتب الرواية والمسرحية وسيناريو المسلسل التلفزيوني والفيلم السينمائي. ومن أهم أعماله في المسرح ضيعة تشرين، شقائق النعمان، غربة، كاسك يا وطن، خارج السرب، وفي الدراما حكاية الليل، وين الغلط، وادي المسك، وفي السينما فيلمي الحدود والتقرير، وله رواية الأرجوحة وكتاب سأخون وطني، وهو عبارة عن مجموعة مقالات، وسياف الزهور وشرق عدن والبدوي الأحمر والكثير غيرها من الأعمال التي خلدت اسم الماغوط في ذاكرة الأجيال. أطفال يحملون من الموهبة ما يكفي لتصدح حناجرهم بكلمات الفخر والمحبة للوطن سوريا، ولترسم أناملهم الصغيرة قصص وحكاية عن البطولات والتضحية. واليوم بصباحنا غير رح يحمل نفحات إبداعية طفولية مع الطفلة نغم وبتول عليشة. أهلا وسهلا فيكم، صباح الخير. نور. صباح الخير. صباح النور. نغم، خلينا نتعرف عليك بالأول. أنا اسمي نغمة مارا ليشي، أنا من مدرسة جبل الورد، عندي موهبة هي إلقاء الشعر. اليوم حابة ألقي لكم شعر. نحن أكيد حابين كتير نسمع منك هالشعر. بتول، خبرينا أنت أي صف وشو الموهبة اللي عندك ياها؟ أنا اسمي طلع ليشي، أنا صف ثالث وموهبتي رسم. نغم، مثل ما قلتينا أنه أنت عندك موهبة الشعر، خلينا نسمع شيء منك بالبداية. أكيد. أول شيء رح أقرأ بعنوان هي القصيدة ماما بتكتبها، وأنا بجيب قصائدي من المجلات أو ماما بتكتبهم. هي القصيدة خدي المايك الثاني وقري عليه. بعنوان الزهر الأحمر. تفضلي. الزهر الأحمر قد بان ورداً وشقائق نعمان، أطفال تصرخ في بلدي للظلم أن ينهى قد آن،
بلدي تنزف غطرا، تنزف زهرا ريحانا، شهداء في الجنة أحياء، أطفال تتيتم مرآنا، مهدي وعد ما نزل. أما طفح الكيل بضم عدانا، امشق سيفك وأتينا. أما أنت بشوق لقيانا، لله الأمر من قبل ومن بعد، نخشى لو أغفلنا شان. قول القلب الأبيض في جسدي لو أخرج أزهر ألوان، بمحبة خالقه توهج وأنار العالم وأبان. وأبان الحق بوجهتي ونورا للحق أرانا، بشارا سيفا للحق يشهر في وجه عيدانا. أرواح نفديه بها ولمثله أرخصنا دماء. نور يا رب بصيرتنا واجعل منهم خبرا كان خبرا كان. برافو. فليحكي العالم قصتنا، شعب ما صغر وما هان إلا لله لحكمته، في أمر الله بلان، ليخبر في أنفسنا صبرا من فك وبان. برافو. نغم، كيف تعلمت هالموهبة؟ أول شيء ماما كانت تكتب شعر، فأنا كنت أقرأ أشعار، فأنه هي الموهبة، ما أنه أنا ما تعلمتها، هي خلقت معي من الطفولة. وكانت ماما تكتب لي انه تكتب اشعار فانا اقراهم، وجيب من المجلات كمان اشعار، وبحس انه علم انه الاشعار بتلامس واقعنا، فانا هيك بختار. بتنقي يعني الشعر بدك تحفظيه انه هو يلامس واقعنا وتحسي فيه. ايه هيك بختار. طيب بتقول عرفينا كمان هيك على رسماتك، قد ايه صار لك بترسمي؟ شو بتعملي؟ فرجينا رسماتك. من أنا صغيرة إنه خلقت معي كمان أنا هاي الموهبة وبرسم هيك. هاي شو هاي اللوحة؟ لوحة فصل الربيع. فصل الربيع. كمان فرجينا لوحات. وهي كمان عن فصل الشتاء. كمان بتقول كيف يعني حبيتي ترسمي؟ كيف اخترتي أنتي إنه تكون هالموهبة عندك وتتعلميها أكثر؟ أنا أول شيء إنه ماما سجلتني بمعهد رسم طرطوس، علمتنا الآن في مبادئ الرسم، وبعدين إنه رحت عشان مجمع دمر الثقافي وصرت أتعلم الرسم إنه هنيك كمان. أكيد بدنا نشكر والدتها على تنمية هالمواهب، يعني بظل هذا الوقت إنه يكون في هذا الوعي لحتى الطلاب أو الأولاد الصغار يكون في عندهم متنفس شيء ثقافي فني بهذا الوقت إنه رسم وشعر. تتذكري أول قصيدة حفظتيها نغم؟ إيه. شو كانت؟ هي الزهر الأحمر. هي نفسها. هي أول قصيدة، بعدين في عندي قصائد تانية، إنه ماما كمان كتبتها لهي القصيدة للمعلمة. وفي قصيدة جبتها من مجلة. هلأ القصيدة اللي للمعلم، أنت ممكن تلقيها بالمدرسة، ممكن بالمدرسة يستعينوا فيكي بنشاطاتهم بحفلاتهم يلي بعيد المعلم أو أي مناسبات تانية؟ أكيد، لأنه هلأ أنا قريت مرة أنه بالمدرسة شعر هو الزهر الأحمر. وماما كتبت الشعر معلمتي، أنا إهداء كان للآنسة مجد صالح، تحية كتير كبيرة لإلها، وبرجع بهدي للآنسة فاطمة تذكرجي. تفضلي سمعينا ياها. معلمتي معلمتي، أنت اليوم أغنيتي، وذكرك لاهج فيني، وسحر ذاب في شفتي، أنت النور والخير، أنت الحب في لغتي، أعيش العمر أشكرك وتبقي دوما بذاكرتي. رسول الله أوصاني بتقديسي معلمتي، جعلت النور في قلبي كما أمي كما أبتي، فأنت شمعة ذابت لتضيء دروب مدرستي، وأنا الزهرة العطشى وأنت نبعة الماء التي روتي، ونحن اليوم إذ نبارك عيدك نوفي يسيرا من أفضال معلمتي. برافو. تسلم هالصوت وهالكلمات. بتقول انت شاركتي شوي بعدة معارض لحتى يعني هيك تنمي موهبتك اكثر؟ ايه، انا شاركت مجمع دمر الثقافي بالمعرض الصيفي وقدمت رسوماتي. طيب غير الرسم خلينا نقول قراءة الشعر، فكرتي شيء مثلا نغم انك انت تكتبي شعر او تتعلمي كتابة الشعر؟ فكرت، أنا بحب ألقاء الشعر أكثر، بحب أني ألقي الشعر أكثر من أنه ما أكتبه. ونغم بتقول
وانا كمان هيك يعني. فرجينا كمان رسوماتك اللي ما فرجيتينا اياهم. في هدول كلهم. في هدول كمان اثنين. هي الرسمة احكي لنا عنها. هي؟ هلا انا هون حبيت انه ارسم البحار مع انه هي السفينة انه لسوريا او هيك تعبر عنها. بتحبي تعبري عن شو بتول وقتها تكوني عم ترسمي؟ عن حياتي، انه عن الواقع او هيك يعني. شو هو الواقع؟ يعني هلا انه الواقع اللي هلا عم يصير معنا. يعني بتحبي بلدك سوريا انه ترجع هيك مثل قبل وترجع منيحه وحلوه وكمان ترجع وانتم مبسوطين فيها اكثر من قبل؟ ايه. برافو عليكم. يعني انتو كمان محضرين لنا غنيه يمكن، مو فيكي تمسكي المايك وتغني سوا؟ ايه. لا خليكي وانتي قاعده كمان بتول شاركي معه. معلش هي بتمسك المايك. ايه. بيدي اليمين حامل روسيا وبيدي الشمالي رايد سوريا وبجيب السترة شايل وصية بعد استشهادي ودي ذكرونا على دلعونا تبكي الدلعونا موكب الشهداء مارك من هونا وصيتك يما لما تلاقيني افتحي تابوت وبيدك ضميني ما ريدك تبكي لما تشوفيني ريد الزلغوطة تبكي عدونا على دلعونا تبكي دلعونا موكب الشهداء مارق من هونا بويا عم تقرأ اخر كلماتي وصيك بابني ابني واخواتي بتمنى بويا ترجع حياتي واستشهد بدل المرة مليونة على دلعونا تبكي دلعونا موكب الشهداء مارق من هونا خويا تركت لك باقي سلاحي لا تغفل خليه بايدك صاحي قاتل عدونا ليلي وصباحي طلبت سوريا علينا بتمونا اخر وصيه يالي حبيبه قلبي تربي لولادي يمشونا بداربي ودي تدعيلي وتقولي ربي يجعل مسوانا جنه ميمونه. شكرا لكم صبايا. يعني انتم لمين بتهدوها الغنيه؟ لا انا انه اخوالي شهداء انا بهديهم اياها وبهديها لكل الشهداء كمان. رحمه لروحهم. يعني ما في اجمل من هاي البساطه بالتعبير اريج، ويمكن بتحسي وهن عم بيغنوا هاي الكلمات يعني هيك في جواتهم شيء هن فعلا عايشوه وحسوا فيه. يعني نحن كثير بدنا نشكركم اليوم على وجودكم معنا. شكرا لكم ونحن بنتمنى لكم كل التوفيق وان شاء الله يا دايما بتحققوا كل امنياتكم واحلامكم. وايضا تحيتنا مثل ما قلتي سلمى للاهل يلي هن دايما عم يواكبوا مواهب اولادهم وعم ينموها اكثر. شكرا كثير لكم، نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا. اما هلا رح نروح اريج للاذقيه حيث انطلق في اللاذقيه مشروع تاسيس لدعم اسر الشهداء باقامه دورات تدريبيه لعدد من المهن والمساعده في تسويقها. واطلق هذا المشروع مؤسسه دعم اسر شهداء وجرحى الجيش العربي السوري بالتعاون مع المركز السوري للتجاره والتسويق. تفاصيل اوفى بتقرير مراسله الاخباريه السوريه باللاذقيه علا ناصر. أطلقت مؤسسة دعم أسر شهداء وجرحى الجيش العربي السوري باللاذقية بالتعاون مع المركز السوري للتجارة والتسويق مشروع تأسيس الذي يهدف إلى دعم أسر الشهداء عبر إقامة دورات تدريبية لعدد من المهن والمساعدة في تسويقها. هو عم يعمل نقلة لأسر الشهداء وذوي الجرحى من حالة المستهلك لحالة المنتج بالفترة الحالية. عم يدربهم على عدة مشاريع مهنية من الخياطة، الحلاقة، المنظفات، الإكسسوارات. صار عنا كادر كبير، كادر تعليمي وكادر تدريبي، وصار عنا منضمين جداد. وأنا بفتخر هلأ أنه من جديد سوينا شيء اسمه توأمة بيننا وبين مؤسسة بصمة شباب سوريا، وعملنا تشاركية مع مؤسسة دعم
لدعم شهداء وأسرى شهداء وجرحى حرب الجيش العربي السوري. ندرب زوي الشهداء على شغلات تدريب مجاني، على شغلات نسيجية وصناعات يدوية، يعني خياطة وصناعات يدوية. تمام، نفتح لهم ورشات، بالورشات وشو بيطالعوا منتجاتهم، نحن عبر شركتنا بنسوق هيدي المنتجات، بنسوق لهم إياها. المشروع يهدف إلى مساعدة أسر الشهداء من خلال تدريبهم على عدد من المهن كالخياطة وحياكة الصوف وغيرها، إضافة لشراء هذه المنتجات من أصحابها وتسويقها، والذي بدوره يقدم كل أنواع الدعم لذوي الشهداء من خلال تدريبهم على مهن تمكنهم من إعالة أسرهم. هذا العمل قدر يحقق لي استقلالية مالية واجتماعية بنفس الوقت. أنا اجتماعياً اليوم صرت قادرة أوصل لكذا محافظة. رسالة ثانية واللي هي محبة بعضنا أول شيء، ونرجع نعمر هاي البلد، لأنه كل شخص بالحياة ببلش من نفسه. أنا جاي لهون على المركز السوري وأنا بفتخر فيه، وبتمنى كل واحد يجي ويشارك فيه، لأنه عن جد رح يوصلنا للحلم اللي بدنا إياه. بدعي كل الناس أنهم يعيشوا الإحساس اللي نحن عايشينه اليوم، وهالمحبة اللي بين الكل والتعاون. بتمنى من الكل يكونوا موجودين معنا ويفرحوا. جهود كرست في خطوة لطالما سعت إلى تقديم كل أنواع الدعم لأسر الشهداء، وإيصال رسالة بأن الشعب السوري يقف خلف جيشه الذي يذود عن حيض الوطن. هلأ رح تكون بداية لجولتنا الثقافية، واليوم رح نبدأها أكيد من السويداء، حيث افتتح مهرجان التراث السوري الخامس للسياحة لإعادة إحياء التراث والفلكلور السوري الذي تقيمه مديرية السياحة بالسويداء بالتعاون مع مديرية الثقافة، والذي يستمر لمدة 8 أيام. تفاصيل أوفى مع مراسلنا شام حمدان. بهدف إعادة إحياء التراث والفلكلور السوري وبهدف إثبات صمود وقوة الشعب السوري، افتتح مهرجان التراث السوري الخامس للسياحة الذي تقيمه مديرية السياحة بالسويداء بالتعاون مع مديرية الثقافة لمدة 8 أيام. يؤكد من خلالها الحرفيون أن سوريا بلد الحضارة، بلد الأبجدية الأولى، هي باقية 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 مهما شاء ما شاء وأبى من أبى. هذا المعرض عاملينه المهرجان الخامس للسياحة لإعادة إحياء التراث وإعادة إحياء الفلكلور السوري من أجل الحفاظ على التراث والفلكلور السوري بما يخدم لهذه المحافظة. يعتمد هذا المعرض على إعادة تدوير المواد الطبيعية والأقمشة وإعطائها قيمة فنية وتراثية، والاستفادة من توالف الطبيعة لإعادة تدويرها والاستفادة منها بشكل آخر، كما عبر المشاركون عن تمسكهم بهذه الحرف التي تحمل الهوية السورية وهوية السويداء التراثية بشكل خاص. اخترنا مثلا الصدفيات، وفي من عندي من البلوط، في عندي اشياء كلها من توالف البيئه ومن الطبيعه الشغلات هذه. طبعا انا مشارك بمجموعه من الاعمال الخشبيه اليدويه بتخص التراث، ويعني نحن مشاركين بالحرف التقليديه احياء التراث، بالمضافة العربيه، بصناعه القش، الأشغال اليدوية كمان. نحن هون مشاركين بأحياء التراث القديم بالأعمال اليدوية. بشتغل حرق على الخشب، بحاول أدخل ألوان مائية بالخلفية بتعطي حياة للوحة. استمرار هذه الحرف هو استمرار للإنسان السوري الذي أنشأ هذه الحضارة في الأرض منذ آلاف السنين، واستمرار السياحة هو عنوان عريض لاستمرار عجلة الحياة في سوريا وتحدي كل أشكال الإرهاب. وإلى روسيا، حيث سيجري مهرجان موسوروسكي وريميسكي كوروسكوف للموسيقى الروسية لعام 2017 في دورته 43 بسكوف، وتقام فعاليات المهرجان في القاعة الكبرى للفيرامونيا التي تعتبر الخشبة الرئيسية للحفلات الموسيقية في مقاطعة بوسكوف، كما ستحتضن شوارع المدينة ونواحي المقاطعة المختلفة عروضا متفرقة. ويؤدي فنان الشعب الروسي
الروسي المغني ألكسندر برنامجه الجديد تحت عنوان عاشق الأغاني الرومانسية، ومن ثم سيؤدي مالنين حفلته في بوسكوف في 26 من نيسان، بحيث تكون هذه الحفلة الموسيقية ختاما لبرنامج مهرجان الموسيقى الروسية. هون سلمى بتكون خلصت أخبارنا الثقافية لليوم. فاصل صغير ومكملين باقي محطاتنا. سلمى، الشائعات بمختلف أنواعها دائما بتحمل خطر على المجتمع ككل وبكل الظروف، وأيضا في الحروب بيكون لها المجال الخصب إلا لحتى تكتثر أكثر وتكبر بشكل أكبر. أكيد أريج، مثل ما قلتي بالحرب على سوريا وخلال أعوامها يلي مرت كثير من الإشاعات انتشرت سواء اقتصادية أو اجتماعية أو ميدانية على وسائل التواصل الاجتماعي، وكان لها أثر كبير بشكل أو بآخر على المتلقي. لنحكي أكثر عن الشائعات كيفية التعاطي معها وتأثيراتها بصرنا نرحب بالاستوديو أكيد بمصطفى عباسي المدرب الوطني المعتمد. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وصباح الخير. صباح الخير. يسعد صباحك مصطفى. دايما بيقولوا ما في دخان من دون نار، لأي درجة بينطبق هالمثل على الشائعات؟ هو المشكلة إنه هذا المثل هو مثل حقيقي وصحيح، ولكن نحن قديش نحن منكون عم تشعل النار داخليا. يعني هي الدخان بلا نار مزبوط، يعني دائما نحن منحاول نشعل النار الداخلية اللي موجودة بالأشخاص لحتى تظهر هاي الدخان ويتوهموا إنه هيدا الدخان هو نابع عن نار حقيقية هي اشتغلت بشكل حقيقي. للأسف أغلب الدخان هو بيكون بدون نار، وأغلب هذا الدخان بيكون هو دخان نفسي، يعني نحن عم نشوفه ولكن هو بالحقيقة هو ما أنه موجود حقيقة، لأنه نحن منروح بيولدوا عنا بالنمط الشائعات بيولدوا عنا شيء داخلي لحتى يخلوا هي النار الداخلية هي اللي تشعل وهي اللي تطالع دخانة الوهمي اللي هو سراب بالنتيجة، هو ما له علاقة بالدخان الحقيقية. لأنه دائما نحن لحتى نقدر نشوف الدخان بده يكون في نار حقيقية نحن شايفينها قبلها، يعني مو بس هي عبارة عن انه احنا نشوف الدخان فنحن نحكم على وجود هي النار، لانه هي النار هي ممكن تكون موجودة بعدة اشكال، ممكن تكون هي عبارة عن حرق دولاب هي ممكن تكون نار، وممكن تكون هي حريق بيت هي ممكن تكون نار، وهي ممكن تكون لا سمح الله تفجير وهي ممكن تكون دخان لنار. ولكن اي نوع من انواع هذا الدخان هو اللي موجود، ونحن شلون بدنا نحكم على هذا الدخان اساسا على انه لهي النتيجة او هذا هي النتيجة لهذا الفعل بالحقيقة. لهيك نحن بنقول انه كلمة الشائعة هي كلمة كتير خطيرة، بتبدأ بحرب داخلية بتشعل نار داخلية لحتى نقدر نشوف النتيجة النهائية اللي هي الدخان أو السحابة الدخانية يلي بنسميها نحن سحابة الموت. سحابة الدخانية بتؤدي لشيء له علاقة بالنفسية وبتدمر نفسية الأشخاص قبل ما تدمر الواقع الحقيقي لهم. لهون منقول انه الشائعة هي قد تكون دخان بلا نار للأسف. طيب مصطفى، معروف او بيقولوا الباحثين والدارسين بموضوع الشائعات انه في كتير مواصفات او خلينا نقول انواع لهي الشائعات ومسببات وادوات لحتى تنجح، يعني مثل انه ممكن يكون جزء بسيط منها هو معلومة حقيقية والباقي ينسج حولها، خلينا نحكي أكثر بهذا الموضوع. هلا دائما الشائعة هي ما بتعتمد على الكذب المطلق، لأنه إذا اعتمدت على الكذب المطلق فسهولة ما بتنتشر تماما، ويكون في سهولة كتير كبيرة باكتشافها، لأنه بالنتيجة اليوم ما حدا ما عنده قراءات. يعني نحن دائما بنقول كلمة هي مرتبطة بعلم الشائعات، بنقول العلم لم يعود حكر على أحد، العلم موجود والمعلومة موجودة. يعني اليوم ما حدا بيستنى وسائل الإعلام الحقيقية، يعني وسائل الإعلام التي في ولا الإذاعة ولا الجريدة لحتى يأخذ معلومة، هو عبارة عن سيرتش بسيط على وسائل التواصل الاجتماعي أو على محركات البحث أدران يأخذ المعلومة من دون ما هي تصله المعلومة، أدران هو يدور عليها ويصل لعندها. فإذا اليوم المعلومات أو المعلومة هي ما عاد تحكر على حدا، المعلومات موجودة عند كل الناس. فإذا نحن اليوم رحنا نسجنا شائعة من الكذب المطلق، فمن السهل جدا أي شخص قد ما كان بسيط أنه هو يكتشف أنه هي المعلومة هي معلومة كاذبة وما يأخذ فيها أساسا. لكن وين المشكلة الأكبر هو دس السم بالعسل. لما نحن بيكون في عنا كيلو عسل كامل ومنحط فيه نقطة سم، هي المشكلة أنه نقطة السم ضربت كيلو العسل كله. الفكرة بتعتمد دائما الشائعات بتعتمد بالحد الأدنى على 30% من المعلومة بشكل صحيح.
لحتى دائما يزرع الفكرة فيها هي زرع الشك عند المتلقي، لأنه أنا لحتى أقدر أساسا زعزع الثقة المتلقي بمعلوماته أو حتى بالأخبار الصحيحة اللي هي بدها تجي، فأنا المفروض يكون في عندي 30% بالحد الأدنى من الأخبار الصحيحة، والباقي بنسج عليه مجموعة من الأقاويل الكاذبة اللي هي بتكون بتزرع الشك أكثر ما هي تزرع المعلومة. يعني أنا ما بيهمني أنه هو يأخذ المعلومة ويكتشف أنه هي صحيحة أو كاذبة، لمجرد التشكيك نحن مجرد التشكيك بيزرع عنا مجموعة من المشاعر، بيساوي عنا مشاعر، وهي المشاعر حتساوي عنا سلوك. يعني بالحرب العالمية الثانية في دول بأكملها تسلمت بدون ولا رصاصة، والسبب فيها كان ما يسمى بالطابور الخامس. نحن اليوم نحكي كتير بهذا المسمى، أنه هذا الشخص لازم يكون طابور خامس. هلأ شو المقصود بكلمة الطابور الخامس؟ هو كانت عبارة عن كتيبة بقلب الجيش كان يطلق عليها الطابور الخامس، هي هدفها تسويق الشائعات لمجتمع الجيش المعادي الأرض تبعه من دون أي نقطة دم، وما يصير في أي أطلاق لرصاصة واحدة، وبالتالي بنكون وفرنا بالعتاد، وفرنا بالمال، وفرنا بالدم، ووفرنا بكل أنواع الاقتتال المباشر اللي هو بيكون هذا نوع من أنواع الاقتتال غير المباشر. من زت خلينا نسميها هيك بالمصطلح العامي، من زت فتيشة صغيرة، هي الفتيشة الصغيرة بتكبر بعد شوي بتبلش المشكلة هي بعملية التناقل أو تواتر تناقل الخبر. يعني بنلاقي أنه قصة كتير بسيطة بيجي أشخاص آخرين بيزيدوا عليها شوي، اللي بعدهم بيزيدوا عليها أكتر، اللي بعدهم بيزيدوا عليها أكتر، آخر شيء بتصير في عنا خبر بحجم دولة، وهو بالحقيقة بيكون خبر بحجم لا شيء، يعني ما بيكون أساسا ذات أهمية. وهي على فكرة إحنا شيء بنعملها بدوراتنا التدريبية، يعني بنجيب قصة بسيطة وبنقراها لمجموعة من الأشخاص، وبنطلب من أشخاص آخرين يكونوا برا القاعة التدريبية، وبنطلب من شخص يرجع يواتر القصة، فبنلاقي آخر شيء إنه وصلت لآخر شخص بعد ما نكون طالعنا 3 أو 4 أشخاص برا القاعة التدريبية، آخر شخص بيكون وصلته القصة مختلفة تماما عن بداياتها، لأنه كل شخص بيفهم منا جزء. وعادة منقول أنه نحن المعلومة ما بتصل لأكثر من 60-70% للمتلقي، لما بده يرجع ينقلها فكمان هو رح يجتزئ منا وحيوصل 60-70% من شو فهم تماما، وشو زاد عليها وشو بهر عليها إذا بدنا نحكي كمان بالمصطلح العامي، ووصلها للي بعده واللي بعده وصلها للي بعده، فبنوصل آخر شيء لآخر شخص أنه هو ما عاد عنده المتن الحقيقي للقصة، صار عنده متن مختلف تماما وسوى قصة مختلفة ممكن تكون بالأسماء والأشخاص والأفعال وحتى بالأحداث. خاصة يعني مصطفى بوقتنا الحالي ضمن الحرب يمكن اللي عم نمر فيها عم بتنتشر كتير من الإشاعات وبسهولة وبسرعة كتير كبيرة، شو أهم الشائعات اللي ممكن تنتشر بفترة الحرب؟ هلأ شائعات بفترة الحرب هي تبدأ من اقتصادية وتنتهي بعسكرية. يعني نحن بنشوف انه ببدايات الاحداث، اذا بدنا نحكي شوي عن سوريا لانه نحن بقلب المعمكه مثل ما بيقولوا، بقلب سوريا اول ما بديت الاحداث هي بديت بتسويق مجموعه من الافكار. وعلى فكره يعني اذا بدنا نرجع حتى بالاحداث او بما يسمى بالربيع العربي يلي هو بدا بمصر بدايه، وكانت التحريك 80 مليون شخص عن طريق بوستات بسيطه او عباره عن اشياء صحيحه كانت موجوده اذا بنتذكرها، واشياء تانية تم تاليفها، فتحرك شارع ب 80 مليون انسان لينصروا شخص ما بنعرف اساسا قصته الحقيقيه هي شو. ومن هون كان في شيء اسمه كذبه الثورات الملونه، لانه نفس الشعارات ونفس الاستخدامات ونفس الالوان الى اخره كانت بثوره صربيا بعام 2000. وعلى فكرة نفس المعهد يلي درب مجموعة من الأشخاص من مصر هو نفسه يلي درب مجموعة من الأشخاص بصربيا بسنة 2000، وهو معهد كونفوس يلي هو بيشتغل على شيء اسمه الانقلابات السلمية، واللي هو بيشتغل على الإعلام الاجتماعي، لأنه الإعلام الاجتماعي هو كان الوسيلة الأساسية لحتى يعمل هذا النوع من أنواع الثورات الملونة خلينا نسميها اللي هن نسموها الربيع العربي لاحقا. بديت الأحداث حتى عنا بسوريا، وقت بديت الأحداث عنا بديت بمجموعة من البوستات ومجموعة من الأقاويل ومجموعة من الإشاعات اللي ما كانت تنتهي، وكنا كل ما نقول لحدا أنه هذا محطوط ضمن قائمة الإشاعات كانت عالم تصدق وعالم ما تصدق،
وهو هون الفكرة أنك أنت تزرع عملية الشك اللي موجودة ضمن المتلقي لهي الأفكار. قد تكون هي الأفكار اقتصادية، قد تكون سياسية، وقد تكون اجتماعية، وقد تكون مبنية على مجموعة من العواطف، لأنه نحن المشكلة الأساسية عنا هي تحريك العاطفة، وتحريك العواطف عادة بتكون إما هي بالمس الإنساني، يعني المجتمع العربي بشكل عام والسوري تحديدا هو مجتمع عاطفي لما بيصير في مس للحالة الإنسانية عند بعض الأشخاص، والأمور الثانية اللي هي العلاقة بالمعتقدات وإلى آخره، وطبعا أخيرا لما منقرب على الانتماء السياسي أو شيء معين لطرف من الأطراف. فقد تكون الشائعة هي بتبدأ بفكرة بسيطة، لأنه مثلا أول ما بديت بأنه الليرة السورية صارت عم تنحدر بشكل كتير كبير، فشفنا أنه بلشت عملية التداول على العملات الأجنبية بشكل كتير أسرع، وبالنتيجة أدى إلى ارتفاع أسعار كانت بفترة من الفترات غير مبررة، هي ناتجة عن عملية المضاربات أكثر ما هي كانت ناتجة عن الارتفاع الحقيقي. أو حتى الأزمات المختلقة من أزمة غاز لأزمة خبز، يعني كان أوقات تنتشر أخبار هي معنا قريبة للواقع. كل أنواع الأزمات، حتى أزمات الخدمة الاحتياطية والإلزامية و و و و وإلى آخره، كانت كلياتها ببعض الأحيان، طبعا مو دائما، ببعض الأحيان تكون هي إشاعات، والبعض الآخر هي يكون حقيقة، وهن كانوا يبنوا على الحقيقة لحتى يسوقوا هذا النمط من الإشاعات. طيب مصطفى، حكيت عن مصطلح هو الإعلام المجتمعي، خلينا نحكي شوي عن دور الإعلام بكيف ممكن يتصدى لهي الشائعات، وأيضا الإعلام المجتمعي شو بتقصد تماما بهذا المصطلح؟ الإعلام الاجتماعي عادة ليش هو نزل تحت مسمى الإعلام الاجتماعي؟ الإعلام الاجتماعي هو كل أنواع السوشيال ميديا، لأنه هو صار منتشر بين إيدين كل أنواع المجتمع، كل شرائح المجتمع، لهيك هو انطلق من شيء اسمه الإعلام الإلكتروني للإعلام الاجتماعي. كلمة الإعلام الاجتماعي أنه هو أخذ أصغر شريحة بقلب المجتمع وأكبر شريحة بقلب المجتمع، صارت عم تتعاطى مع ما يسمى الاحتلال المستطيل. أنا دائما أسميه الاحتلال المستطيل، اللي هو الموبايل اللي موجود بين إيدينا. هذا النمط من الاحتلال صار كل شخص فينا هو ماسك هذا الموبايل بإيده، عم يتابع الأخبار up to date كل ثانية بثانيتها وكل لحظة بلحظتها. ومنشوف أنه الميزة اللي موجودة بهذا الإعلام أنه في عنا شيء اسمه الإشعارات أو النوتيفيكيشنز، بتلاقي لمجرد المتابعة على أي شيء بسيط بيعطيك أول بأول شو عم يصير بكل مرحلة من المراحل. هذا الكلام اللي أثر على الإعلام التقليدي. الإعلام التقليدي اللي هو نحن نشوفه اليوم بالإعلام المطبوع والإعلام المرئي والإعلام المسموع إلى آخره من ذلك، منروح منشوف أنه من خلال هذا النمط من الإعلام نحن في عنا أوقات محددة، يعني عندي نشرة الأخبار الساعة كذا، عندي الجريدة بتطلع بصباح اليوم الفلاني، عندي الأخبار على بداية الساعة، بينما هذا المستطيل اللي موجود بين إيدين الناس اللي هو جهاز الموبايل أو الآيباد أو التاب أو أي نوع من أنواع الأجهزة الذكية اليوم، كلياتها موجودة بين إيدين الطفل والشخص الكبير بالعمر، وعم يصلوا الخبر أول بأول. لبين ما نحن نوصل لمحل الإعلام التقليدي يفوت يكذب خبر معين أو يسقط الضوء على خبر معين، منكون نحن غيرنا شيء اسمه الوعي العام الجمعي. هلأ الوعي العام الجمعي اللي هو المجتمع بشكل عام وقت نوجهه أو ناخده باتجاه معين، منبلش نلعب على المشاعر تبعه، اللي هي فكرة تتحول لمشاعر تتحول لسلوك، اللي هو هذا مثلث مرسيدس اللي نحن بنقول عليه. فلطالما انه نحن قدرنا نسوي الفكره صح، وكنا عم نزرع الشك بقلب الفكره صح، قدرنا نسوي هي المشاعر بشكل صحيح، هي المشاعر قدرت تعمل سلوك للمجتمع. سلوك المجتمع هو تغيير الوعي العام الجمعي، بنكون رايحين على اليمين من سامين رايحين على اليسار بخبر صغير وبسيط. ببعض الأحيان كان تتعطل بعض الأماكن من خلال فكرة صغيرة أنه لا تمرقوا من هذا المحل. بآخر فترة وقت صارت المشاكل بمنطقة جوبر والقابون، في بعض الوسائل الاجتماعية زورت أسماء صفحات وطنية، وكانت هي بالأساس كانت عم تشتغل على أساس وطني لهي الساعة، وسوقت أنه لازم تفضوا محلات معينة من قلب البلد. هلأ هذا الكلام لو ما طلع الإعلام فورا، الإعلام اللي هو المفروض يرد على الإعلام المعادي ويقول أنه هذا الشيء خطأ ويا جماعة ما في شيء من هذا، وبلشت تتكذب على صفحات السوشيال ميديا قبل الإعلام التقليدي أساسا، لأن العالم اللي عم تشوف هون لازم تشوف بنفس المكان، كانت ممكن تصير كارثة بمكان ما. لهذا السبب تحديدا نحن بنقول الإعلام الاجتماعي هو إعلام بأساسه
بيتسلط عليه الضوء لقلب الرأي العام بالدرجة الأولى، لصنع رأي عام مضاد أو معادي، وبنفس الوقت لتغيير الوعي العام الجمعي اللي نحن كلياتنا نشتغل على أساس، يعني ولو هي كلمة ما أنا كتير بمكانها، ولكن للأسف هي التسمية الصحيحة لها بعلم الاجتماع هي سياسة القطيع. وين رايح العالم؟ فنحن منروح بوراهم من دون ما نشوف أساسا هل هذا الخبر هو خبر صحيح ودقيق ولا هو خبر مانو صحيح. هلا الإعلام الاجتماعي في ميزة، هي ميزة للي بيعرف يستثمرها صح، وهي قنبلة نووية مدمرة بالطرف الآخر. اليوم هو إعلام فيروسي، يعني لمجرد اليوم أي حدا منكم صبايا عنده 50 فريندز على الصفحة تبعه أو على الوول تبعه، عمل لايك على صفحة على 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 بوست معين أو على إشعار معين، بيطلع عنده 50 البقيانين. يعني هي الشغلة مو شغلة بس إنه نحنا اليوم أنا شفت الخبر وبس، لا، في عندي أنا 50 شخص آخرين شافوا الخبر، وكل واحد من هدول 50 عنده 50 تانية، وبنلاقي إنه هذا الإعلام الفيروسي انتشر من كلمة واحدة، بعد فترة بيصير مجموعة من الكلمات. والأكثر من هيك إنه في عالم هي بتكون بالأصل ما أنا مطلع على هذا النوع من الإعلام، فنحنا بنروح منسوق لهم يلي قريناه. يعني هي بتصير القصة word of mouth، تسويق عبر الكلام، وبنفس الوقت هو تسويق فيروسي لأنه هو تسويق منتشر. ومن هون اجت كلمة الإعلام الاجتماعي، لأنه هو نحن كمجتمع منساوي مسوقين إعلاميين، ومنساوي مراسلين صحفيين، ومنساوي نشرة أخبار لحالنا، ومنحلل الخبر ومنعطي نتائج له، ومنقول شو هي توقعاتنا المستقبلية كمان. وحتى كل هذا الكلام ممكن ينزل سوشيال ميديا كمان، فبتصير القصة من خبر ممكن يكون شائعة لخبر بصير أقرب إلى حقيقة من كتر ما بتصير العالم بتتداوله. ومثل الأعراف المجتمعية، هو ما نو دين ولا نو معتقد، هو عبارة عن عرف تواتر تصرفاته صار عرف، ونفس المبدأ الخبر من كتر ما بتتواتر الناس فبيصير أقرب إلى حقيقة. تماماً. يعني مصطفى، بعد ما أعطيتنا كل هالمعطيات وأنواع الشائعات والطرق يلي ممكن تلجأ للشائعة لحتى ربما تصبح حقيقة بوقت لاحق، كيف المتلقي بيقدر يحصن حاله من هالشائعات خاصة بفترة الحرب يلي هي كتير مهمة معرفة الشائعة إذا هي يعني صحيحة أم مجرد شائعة؟ للحقيقة هلا هون يعني هذا الموضوع بيقع على عاتقين مشتركين، يعني خطين متوازيين. الخط الأول هو نهج حكومي، أو خلينا نسميه نهج شبه رسمي، والنهج الثاني هو النهج الفردي. هلا النهج الفردي نحن دائما بنقول إنه للأشخاص إنه يكون عندهم شوية وعي أكثر للبحث عن المعلومة والتأكد من مصدرها، لأنه اليوم نحن بظل الإعلام الاجتماعي بنقول إنه يعني ويكيبيديا قديش هي مجلة كتير مهمة، وقديش الويكيبيديا شغلة عظيمة من حيث المبدأ. ولكن بنفس الوقت اليوم بالأبحاث العلمية ما عاد اعتمدوا الويكيبيديا كريفرنس كمرجع. ليش؟ لأنه بيقولوا أنه كل شيء ناتج عن التداول عن طريق الإنترنت قد يكون مشكوك بصحة المصدر تبعه. فشلون نحن اليوم إذا مجلة مثل هاي المجلة العلمية الكبيرة صار في عنا خط أحمر بالأبحاث العلمية عليها، نحن منضل عم نستقي معلوماتنا عبر الإنترنت عن طريق سيرتش معينة، والمشكلة أنه بترجع بتتسوق هذا بنسوق هذا الكلام مرة جديدة. فنحن من هون بنقول للشخص العادي أنه حاول أنك تتأكد بس من المصدر، يعني ما عم اقول لك لا تصدق الخبر، لا عم اقول لك تشكك بالخبر، بس تاكد من مصدر الخبر انه مين اللي عامله، هل هي جهه فعلا يؤخذ باخبارها لحتى انت تصدق الخبر وتبلش عندك حاله التوتر الداخليه او حاله المشاعر الداخليه بغض النظر شو كانت، فرح، حزن، خوف، اللي بدك اياه قبل ما انت تروح تاخذ السلوك. يعني خلينا بمرحله الفكره قبل ما نقول هاي الفكرة فكرة حقيقية وتبلش تولد عنا مشاعر، اتأكد من انه هاي الفكرة فكرة حقيقية، اتأكد من مصدرها. هلأ الجهة المقابلة اللي هي بدها تكون الجهة الرسمية او شبه الرسمية، انه نحن يصير في عنا مراكز بحوث للإعلام الاجتماعي لحتى ندرس الاتيتيوت او ندرس النفسيات اللي موجودة عند الاشخاص، لنعرف نحن بالاصل لما بيطلع اعلام معادي بيقول شيء معين عن طريق الإعلام الاجتماعي شلون نقدر نرد عليه ونرجع إذا ما قلنا نغير الوعي العام الجمعي شلون نصحح الوعي العام الجمعي، لأنه هذا الكلام هو بيعتمد على دراسات نفسية. ومنشوف بفترة من الفترات على فكرة انتشرت كتير فكرة الاستبيانات، انه شوف قدي مين اكثر حدا بيحبك ومين اكثر حدا انت بتميل له ومدري شو. هلا هذا الكلام نحن للأسف نتعاطى معه على انه هو مزحة، هو بالحقيقة كان في اسئلة بقلبه كانت كتير خطيرة، وحكينا عنها أكثر من مرة، أنه هي الأسئلة يا جماعة في مكان ما هنن عم يدرسوا نفسية الأشخاص،
لأنه في أسئلة هي مزبوط فيك ثلاث أربع أسئلة بيكون ما لهم أي مبرر ولا لهم أي طعمة، هن عبارة عن تسلية حقيقية، ولكن في سؤال أو اثنين هن ببنك المعلومات اللي موجود عندهم بلش يسوق حالة النفسية للأشخاص، يقول هدول بيحبوا هيك أو بيكرهوا هيك، بيكون في أساس لطرح الشائعة 100% 100%، لأنه نحن دائما بيكون في عنا دراسة لنفسيتنا لحتى أنت اليوم لتأسري علي بدك تدرسي نفسيتي، ما فيك تأسري علي بدون ما تدرسي نفسيتي. ونفس المبدأ تماماً، الإعلام الاجتماعي هو مبني على دراسة نفسية الأفراد لحتى نقدر نسوق لهم الخبر بما يتلائم مع نفسيتهم، وبنفس الوقت لحتى هن يؤدوا السلوك يلي نحن بدنا إياه بالنهاية. طيب مصطفى، حكيت عن عوامل تعرية الشائعة لحتى نقدر نكتشفها، خلينا نحكي كمان عن هذا المستطيل، احتلال المستطيل اللي قلت عليه، كمان كيف ممكن يكون في ربط بين الشائعة، وفي شيء مصطلح بيسموه الشائعة المضادة مع أنه هو ما أنه مصطلح كتير صحيح، بس لأي درجة ممكن استخدام؟ هلأ سيدتي، الشائعة والشائعة المضادة هو مثل ما بنقول الإعلام المعادي والإعلام الوطني تماماً، هو عبارة عن إسقاط الضوء على مجموعة من الأقاويل أو الأكاذيب يلي بتكون موجودة ضمن الشائعة فقط لا أكثر. هلأ المسألة الخطيرة دائماً بالإعلام اللي هو دائماً بنقول الشائعة المضادة، الشائعة المضادة بدها تكون مدروسة، يعني ما بيصير أنا أقول بس أنه هذا الخبر كذب لأنه تعوا شوفوا 1 2 3، لا هي مو هيك الفكرة أبداً، الفكرة تماماً لحتى يكون في تكذيب للخبر بشكل صحيح بده يكون في عنا بنفس الوقت إرسال رسائل. دائماً الكلمات لحالة هي بنقول عنا أنه قراءة للكلمات، الشاطر اللي بيعرف يكتب كلمات ويمرق ما بين السطور ضمن هاي الكلمات. دائماً الشائعة هذا السم اللي بالعسل، تماماً هي الشائعة دائماً بتكون لقراءة ما بين السطور، يعني بتلاقي الكلام اللي موجود هو ما له كتير كلام خطير، ولكن النمط اللي بيكون مكتوب فيه هو بيخلق عندك نمط من التحليل، نمط من التشكيك، ونمط من المشاعر السلبية لحتى تؤدي لسلوك سلبي. هي هي النوع من المصداقية الوهمية اللي عم نحكي عنها. إذا بنقول عنها هي، ما حقول إنه هي المصداقية الوهمية بشكل دقيق، بس مقنعة يعني لدرجة هي إحنا بنروح بنقول عنها الشائعة المقنعة أو الكذبة المقنعة، يعني من كتر ما بيصير الشخص محترف بهذا المجال بيصير فعلا قادر إنه يكتب شيء بطريقة صحيحة ويأكد خبره بناء على مصادر وأدلة حقيقية، وبالنتيجة بتحسيها إنه هي شبه حقيقة بالآخر. يعني شفنا كتير مثلا من فترة من الفترات صدرت مجموعة من الأخبار كانت مؤيدة بمراسيم وقرارات وتنزل هاي القرارات وعلى السوشيال ميديا ويقول لك إيه هاي صورة القرار. طب هذا صورة القرار هو بكل بساطة الإعلام الاجتماعي هو كان معتمد على فكرة الصورة والكلمة مترافقين من دون الفويس ومن دون الإعلام المرئي المباشر، صحيح؟ هلا ببساطة أي برنامج فوتوشوب أو أي برنامج تعديل صور اليوم هو قادر أنك تفرج المحتوى وتحط أي شيء موجود ضمن هذا المحتوى على نفس التوقيع ونفس الختم وتقول إنه هذا هو صادر عن الجهة اللي صدرت القرار اللي قبل أو اللي قبل أو اللي قبل، وتكتب يلي بدك إياه، وبالنتيجة تزرع هذا النوع من التشكيك الداخلي. أحياناً بيكون الخبر كتير مفرح، لاحظوا شغلة كتير مهمة، أحياناً الشائعة هي مو شرط تكون خبر سيء، أحياناً ممكن أقول إنه يا جماعة الدولار رح ينزل مثلاً من سعر كذا لسعر كذا خلال زيادة فترة رواتب. قريبة في زيادة رواتب. هلأ هو هي شائعة، ونحن شو بنقول إنه شائعة إيجابية يلا بسيطة، لا هي ما أنا شائعة إيجابية، هي شائعة سلبية وقتها يتم وقت ينفو الخبر تماماً نفيا. هي لما بنجي بنقول إنه لا ما في زيادة رواتب يا جماعة، أنت هون بتكون أخذت المجتمع وأخذت الوعي العام الجمعي، لأنه هو بلش يتخيل بقى الراتب الظريف اللي جاي وقديش هو حيصرف بشكل مناسب لإله، بالآخر أنت بتجي بتعطيه الصدمة النهائية وبتقوله لا ما في هذا الشيء، فبتلاقي ولد نوع من أنواع الكره، نوع من أنواع المشاعر السلبية الداخلية، وهذا الشيء ممكن يؤدي لسلوك سلبي لاحقاً اللي هو الشائع والشائع المضادة. يا مصطفى، يمكن بنهاية حديثنا شو ممكن نوجه نصائح؟ أولاً يمكن للإعلام بكافة أنواعه وأيضاً للمجتمع لحتى يكون بالفعل محصن حاله من أي شائعة. بداية أنا قلت شيء
ضل مصر عليه انه نحن لازم يصير في عندنا مراكز للابحاث، ابحاث الاعلام الاجتماعي مثل اي مركز من المراكز الثانيه للابحاث، لحتى نعمل فعلا بحث حقيقي عن نفسيه مجتمعنا، ويصير في نوع من انواع المقاربه او المقاطعه ما بين المجتمع وطريقه استخدامه لهذا النوع من انواع الاعلام. هون بيصير في عندنا نوع من انواع المعايره على بيئتنا، نقدر من خلالها نلاقي الطريقه الصح لحتى ما يصير في عندنا بس استيراد للخبر من دون أي معلومة، يصير في عنا إمكانية لوضع الخبر بميزانه الصحيح. المجتمع بشكل عام قد ما حاولتي أنه ننصحهم بشكل مباشر بدنا نقول بس تأكد من المصدر. أنا دائما بأكد عليها، يعني ما حنفوت بمثاليات ولا تصدق ومو كل شيء موجود وما بعرف شو إلى آخره من ذلك. لا، قبل ما تولد عندك أي نوع من أنواع المشاعر بس تأكد من المصدر. اليوم الحمد لله ما حدا فينا ما بيعرف حدا، بس دق تليفون أكتر وتأكد أنه هذا الخبر اللي قريته على السوشيال ميديا خبر صحيح قبل ما تساهم بنشره كمان. وقبل ما تساهم بنشره، وبدي وجه رسالة شوي لمراسلي الفيسبوك اللي خفوا علينا مشان الله، لأنه يعني أنتم مشكلتكم أنه مصادركم أحيانا بنحس يعني من كتر ما بتجيبوا أخبار صحيحة بنحس ببعض الأحيان أنه الخبر حتى الشائعة تبع عاجل وخبر معين بعدين تم نفي الخبر العاجل قبل شوي. طب ما انت بالخبر العاجل اللي قبل شوي عملت مشكله وعملت بلبله، فخفوا علينا بس شوي، تاكدوا انتم حتى من المصدر لحتى ما تسببوا نوع من انواع الزعزعه النفسيه عند الاشخاص. بعد 7 سنين حرب بظن انه صار لازم شوي نكون اوعى من هذا العاجل هذا يعني تماما. اكيد. بالختام بدنا نشكرك كثير مصطفى عباسي المدرب الوطني المعتمد، شكرا كثير لك، واكيد دائما خلينا مع شوي مع التلفزيون، معلي نرجع نروج شوي للتلفزيون صحيح. وللأخبار المؤكدة صحيح. شكرا لك، يسعد صباحك. شكرا كثير لك. أما هلأ مشاهدينا صار وقت ننتقل لغرفة الأخبار لنتعرف على آخر الأخبار اللي عم تشهد الساحة السياسية مع زميلتي علا أبو خضر. صباح الخير علا. صباح النور أريج، وشكرا لك. مشاهدينا نبقى مع موجز لأهم الأنباء بعد الفاصل. أهلا بكم. أفاد مراسل الإخبارية أن سلاح الجو استهدف بضربات جوية معاقل المجموعات الإرهابية في عمق جوبر وأطراف عربين وزملكة، ودمر أحد مقارها وقضى على كامل أفراد المجموعة المتواجدة فيه. إلى ذلك أحبطت وحدات من الجيش والقوات المسلحة هجوم مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم جبهة النصرة على عدد من النقاط العسكرية بريف حمص الشمالية، كما وكبدتها خسائر بالأفراد والعتاد. وقضت وحدة من الجيش العربي السوري على 10 إرهابيين من تنظيم داعش المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في عملياتها على تجمعاتهم ومحاور تسللهم في مدينة دير الزور ومحيطها. أعلنت خلية الإعلام الحربي العراقي أن 40 إرهابيا من تنظيم داعش قتلوا في قضاء سامراء بقصف لطائرات القوات الجوية العراقية استهدف معسكرا لهم في منطقة الجزيرة التابعة للقضاء. ونقل موقع السومرية نيوز عن الخلية قولها في بيان لها أن إرهابي داعش كانوا يخططون للقيام بعملية إرهابية في قضاء سامراء ضد زوار المراقد في المدينة، وجهزوا 12 انتحاريا وأربع عجلات مفخخة. أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن كل التصريحات والأقاويل حول قيام روسيا بالتدخل في شؤون السياسة الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية هو محض افتراء. وقال بيسكوف في تصريح لقناة ABC الأمريكية: نصر على أن كل الاتهامات التي تشير إلى احتمال قيام روسيا بالتدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية تعتبر مجرد افتراء ولا وجود هي أدلة على الإطلاق تثبت ذلك. أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي أنها لن تسمح أبدا بأن يخرج جبل طارق عن السيادة البريطانية دون موافقة سكان تلك المنطقة الواقعة جنوب إسبانيا. وقالت ماي في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو: لن نبرم أبدا اتفاقا ينقل سكان جبل طارق إلى سيادة أخرى بعكس رغباتهم التي يعبرون عنها بحرية وديمقراطية.
في خبرنا الأخير، دعت المرشحة لانتخابات الرئاسة الفرنسية رئيسة الجبهة الوطنية مارين لوبان إلى تخلي فرنسا عن العملة الأوروبية الموحدة اليورو، ووصفتها بأنها سكين في ضلوع الشعب الفرنسي. وقالت لوبان أثناء تجمع انتخابي في مدينة بوردو الفرنسية أن انتخابات الرئاسة المقبلة قد تبشر بتغير في الحضارة، وأن فرنسا تحت رحمة عملة تناسب ألمانيا وليس الاقتصاد الفرنسي. وصلنا إلى ختام الموجز، الآن عودة إليك أريج. شكرا لك علاء. أما هلا أكيد مكفيين فقرتنا الأخيرة ضمن برنامجنا صباحنا غير. أكيد أريج، رح نروح لحملة معا نستمر، وهي حملة وثقت حضورها بالتواجد الميداني بين الناس لتكون صوت محبة سوري من القلب للقلب، وبالأخص مع حماة الديار أبطال الجيش العربي السوري. وهالحملة بعامها الخامس مستمرة، لكن هالمرة اتخذت المبادرة عنوان من وحي البطولات، بطولات جيشنا الأسطوري منا وفينا لدعم الأسر، أسر الشهداء والمتضررين من الحرب. وللمزيد أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المسؤولة عن الحملة الإعلامية ريم عبد اللطيف. يسعد صباحك. صباحكم جميعا أصدقائي وزملائي في الإخبارية السورية، الصوت العربي السوري المقاوم دائما. يسعد أوقاتك. بالبداية ممكن تخبرينا أكثر عن مبادرة جيشنا الأسطوري منا وفينا، ولمين توجهتوا بهالحملة؟ بداية شكرا لكم في كل صباح، ونحن في كل صباح نجدد التحية والإكرام للجيش العربي السوري وللقوات الرديفة العاملة معه، لأنه نحن بفضلهم موجودون الآن وحاضرون معكم. وأكيد دائما في كل وقت نقول السمو والقداسة لأرواح وجراح من نحن بدمائهم نعيش بهذه النبض في من الحياة. هذا العمل كان قد استمر منذ شهرين، وسميناه يعني مثل بلغتنا الحلوة جيشنا الأسطوري منا وفينا. قدمنا هدية لأبطال الجيش العربي السوري من لما تزامن مع انتصاراتهم بالميدان، كان بانتصارات حلب ومن ثم انتصارات تدمر. وكمان تابعنا بهذا الدعم، قدمناه لأسر الشهداء وأسر العساكر الموجودين بالميدان، منهم رجعوا على الميدان ومنهم ما زالوا موجودين يعني بالمعركة. فنحن كنا حاضرين مع هذه الأسر، لعدد من هذه الأسر ومع أطفالهم، قدمنا الدعم قدر الإمكان وقدر استطاعة حملة مع نستمر واستطاعة الأصدقاء المنضمين إلى حملة مع نستمر. طبعا هذا العمل استمر منذ شهرين، وكمان استمرينا لهذا الشهر بسبب انتصارات جوبر ومن أولى الرحمي لشهداء جوبر. ونحن مخصصت هذا الشهر لدعم أسر أغلبية العساكر اللي نحن قدرنا نوصل لهم بطرطوس، واللي موجودين معنا بالريف القريب. يعني نحن أصدقاء حملة معنا نستمر فعاليات اقتصادية نعم معكم أنا؟ نعم عم نسمعك. عفوا تفضلي. فعاليات اقتصادية، ويعني كل يوم بتقدم شيء جديد لهؤلاء الأسر. إن شاء الله نحن بنقدر نكفي، بنقدر نكون حاضرين قدر الإمكان بدعم مادي ودعم معنوي، لأن هؤلاء أيضا يحتاجون إلى دعم المعنوي قبل المادي. نحن أيام بنقول القليل من الخيل هو كثير من الفرح لمن يحتاج، لأنه الخير حاضر دائما إن شاء الله من الشرفاء الذين يحبون الوطن ويقدمون دائما الدعم من أجل استمرار هذا الفرح. نعم. كمان بيكون في تشبيك مع عدة جهات، خبريني أكثر عن أهمية هذا التشكيك وقديش تشبيك عفوا وقديش بالفعل بيحقق أهداف لهالحملة. طبعا حملة معنا نستمر عنا أصدقاء نحن لمكتب الجرحى في ساحة طرطوس، ولعدد ايضا من المراكز التي تقدم العلاجات الفيزيائيه للجرحى. نحن نعرف الجرحى دائما يحتاجون الى اهتمام، وعنا ايضا اصدقاء فعاليات اقتصاديه كبيره جدا ولها اسماء معروفه. طبعا انا كنت بتمنى نحن لو بنقدر نقدمهم، ولكن هذه اعمال وطنيه خيريه انسانيه ما بنحبها، هم ما بيرضوا.
هذا وفاء منا الا لاسر الابطال الجيش العربي السوري ولاسر الشهداء. طبعا في تعاون كثير كبير، لانه نحن دائما بنقول يد وحده ما بتقدر تعمل شيء، نحن متعاونين. اي طلب بيوصل لعندنا او اي معلومه بتوصل لعندنا لمن يحتاج المساعده، نحن بنقدر نقدم من اي جهه العون والمساعدة قدر الإمكان. أكثر ما نتعاون هو مع مديرية الصحة ومكتب الجرحى. طبعا الجهة الحزبية جدا تعمل معنا ونعمل معها، والجهة الرسمية التي تخص محافظة طرطوس. يعني دائما نشكر سيد محافظ طرطوس مهما طلبنا منه أي مساعدة فيما يخص أسر الشهداء ودعم العساكر والجرحى، هو حاضر معنا دائما. وعن جد أنا بتشكر كثير أشخاص هم أصدقاء حملة معنا السمر، استمروا معنا من سنين طويلة ولغاية اليوم. اليوم نحن مكفيين بهذا الدعم. هلأ أنا بقول في جانب آخر هو اهتمام بعدد جرحى، نحن كنا متواصلين معهم من سنتين وأكثر، ولليوم نحن بنقدم المساعدة لأنه جراحهم كثير صعبة، وأنا بعتذر منهم كلاتهم. كنت بتمنى أني أنا أكون ظاهرة معهم وظاهرين معي، لأنهم منهم بيعطونا الشرف لحملتنا، ولكن حفاظا على جراحهم وعلى آلامهم نحن ما بنحب كثير نشدد على هذا الموضوع. بنتمنى لهم بس الشفاء، بنتمنى لهم الشفاء العاجل، نقدر نقدم لهم الخير قدر الامكان. ودائما عبر اذاعتكم انا بقول وعبر هذا الاعلام المقاوم، ما كل من يحتاج يتواصل معنا باي وسيله، يعرفون مكتبنا ويعرفون اصدقاء الحمله، يعرفون ارقامنا، نحن ان شاء الله نكون حاضرين لتقديم المساعده مهما استطعنا. نعم نعم ست ريم، يعني 5 سنين من المجتمعي مع اكيد مع جرحى الجيش العربي السوري وايضا ذويهم. شكرا كثير لحضرتك، بنتمنى لكم التوفيق دائما بكل شيء قادم، واكيد الاخباريه السوريه دائما بتكون مواكبه لكل نشاطاتكم. أنا بس بدي أشكر الإخبارية السورية وكل الإعلام السوري، لأنه فعلا هو مرافق وينقل دائما العمل الوطني الداعم والعمل الخيري والتطوعي. أهم شيء فكرة العمل التطوعي في هذه الظروف مشان نأكد على استمرار نبض الحياة للشارع السوري. بالتأكيد نكون يد بيد وما عنا استمر دائما إن شاء الله. شكرا لكم أصدقائي. شكرا لك سيدة ريم عبد اللطيف على هالمداخلة، وأيضا نتمنى دائما لفعالياتكم تلقى النجاح. أكيد أريج مع أن نستمر، بنكون وصلنا لختام صباحنا غير لليوم. أكيد كل يوم بيتجدد الموعد بتمام الساعة 9 صباحا، ابقوا على الموعد لكل يلي بيحب الاطلاع على آخر الأحداث والمستجدات، ابقوا برفقة شاشة الإخبارية السورية عبر تغطياتها المستمرة على مدار اليوم. تبقوا بألف خير وباي باي، ونهارك سعيد أريج. نهارك سعيد سلمى، وأكيد دايما نهارنا رح يحمل كل الأمل بوجود صمود أبطال الجيش العربي السوري، واكيد يلي نحن بنتمنى يلي عنده اي فكره وبيحب يشاركنا فيكم تراسلونا عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. نتمنى لكم اكيد نهار سعيد، باي باي.